السلام عليكم البنات، كيف راكم؟ كيفاش حوايجكم؟ نتمنى تكونوا بخير ويلقاكم الفيديو تاعي في الخير. نشكركم بزاف اللي راهم يسقسوا عليا بعد ما قلت لكم المرض اللي الحاله اللي راني فيها. مازالني هكاك قبل ما ننسى، كنت ندير في المونتاج لا فيديو وننسى الحاجه الاولى اللي قلت لكم اليوم على فيديو بعد غياب. بعد ما جاتي ما درت حتى فيديو، قلت كي تجي من ولي نصور نكون لي بكتا في نورمال، وليت فريمون اوكيبي ما نقدرش من با نصور. أنا اليوم حقني كادو من عند حبيبة عزيزة بل بزاف، جابت لي معها ريحة البلاد. واش نقول لكم، شنو تكون في الجنة على كل حاجة في الباكاج وتمرميدة. واش نقول لكم، وراكم تعرفوا المطارات والدنيا هنا. راني نقول بنتي قلت لها فتحي هذيك الطرشون باسكو راهي الحالة راهي زجاج المرايا، راني نشوف في روحي هنا في الوسمو ان شاء الله ما نكونش بنت وشعري وحالتي حالة. المهم جابت لي هاد لاباط هادية، جابت لي كيما شفتو من الاول سمن مدينة، ديما ما جابتوش اختي ما بعتهوليش نسات. وجابت لي الوسمو هاداك اسمو التابل، يقولو التابل، جابتهم لي ليزيبيس هادوك جابتهم من تونس. مازال ما بديت نطيب بيهم، كي نطيب بيهم راني نعاود لكم ونقول لكم. بصح واش من الريحة تاعهم، كي نقول لكم خرجنا وعاودنا للدار غير فتحت ريحة هاداك ليزيبيس من الباب تاع برا. لا عاد شوفو تشارك بوغتون جاف تمرمد جا في الباكاج، مي وصل ولا غير هذاك وصل كومام كومام عنده وجه جوغ كيفاش وصل، ماشي السوبوا تمرمد. وشنو واحد كيفاش يتفتت واحد البنه كغاف ما تخسرش هذه اللي دوخني هذه. كيفاش انا كي شفت قلت كيفاش هذا ما تفتتش فينالمون، قلت قد يكون شويه يبس ولا فينالمون يتفتت هذا. صدقوني بزاف واحد البنه واحد النسمه واحد الحاله ما عندي ما نحكي لكم. على كل حال غادي نعاود نهضر لكم على هذه وحده حلوه جايه في الجزائر جاري من جهه فوندلو حلوه جايه هي اللي بعثت لي هذا. بعثت لي بزاف ديال الاشهار ولا بس من بعثتهم لي هكذا جبتهم لي خدها حطيتهم لهنا كيما راكم تشوفوا تحت تم 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 غير جابتهم لي حطيتهم لي تم تم بديت حطيت التبسي تاعنا حطيت الوسمها حطيت ايه فيه لتحت الفوق على الشارك العريان ولتحت المقراض. واش نقول لكم هذوك المقراض ما بالغرس كيما نحبو انا، ما يعجبني لا بالجوز لا باللوز، نحب المقراض المعسل بالغرس. اي حطينا هكذا جبت كيما راكم تشوفوا السكر، جبت قهوه حليب، انا نحب اسكود الحفايس بقهوه حليب سورتو تشارك العريان، يتسمى كون غير المقرط وحده نقدر نجوزو باتاي. صدقوني حنا غير حطينا ديك القهوه حليب تاك 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 الباب يدقدق باسكو يما راهي غير كيما جات هاد الفيديو. دوك كانت لكم مونتاج تاعو راني طيت شي باش درت لكم مونتاج، كي كنت نصور كانت يما غير كيما جات عندهاش بزاف ملي جات صافي يجو يقولوا لها مرحبا بك وكذا الجيران لا فامي جو لا فامي قبل ما يجيك شويه الزربي 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 تجمعي كلش حطيه في الكوزينه باسكو جو اصلا حاجه قليله. وزيد ما وشي فهموا في التشارك العريان في المقرض باش نمدلها كي يعجبهم واش يزيدوا فيها واش حينقصوا. لا لا يا خياتي ناكل نبرد قلبي، ما تشوف عين ما يوجع قلب، جو ما يشوفوش ما حاش يشوفوها. خبيتها في الكوزينه لو طون اللي راحوا عاود نقعد لهنا، رانا قاعدين في الكوزينه ما قعدتش في صاله مونجي باسكو انا عندي صاله مونجي جو تاعي في الدخله. صافي قعدنا لهنايا ما خلاص قلت لها صافي مابقاش غير نرحلو نزيدو نعاود نحطو لهيكا زيد كاش واحد يزيد يجي يدغدغ نعشو نجرو بالكيسان ديالنا. ضحكنا باش نقول لكم حتى شبعنا. لا علينا قلت لي ما قلت لي ما كولي مليح اليوم رانا رايحين للعرس باسكو درنا هاد القهوة تاع العصر. ومن بعد عندنا عرس العشية في الليل سواغي نورمالمون دوك حنا كي درنا القهوة تاع العصر درناها جوهي الخمسة نورمالمون نروحو حنا درناها جوهي الخمسة درنا عشية روطان نورمالمون نروحو لدار العروسة. في دار العروسة يوكلو صح في لاصال ما وكلوش، في دار العروسة يوكلو دارو الروز بالحاملة ولا ما على بالي واش دارو هادو هما جينيرالمون قدا يديرو الدولمة هاديك ولا كيفاش الدولمة تاع العنب. المهم يديرو حاجة تاع ماكلة قلت لها يما كولي قلت لها باسكو نشوف فيها ما حاش نلحقو حنا هما العشا حتى للستة عس العشاء حتى الخمسة باردون من الوحدة للخمسة تاع العشية ما يعشو يوكلو صافي من الوحدة حتى الخمسة يوكلو. ومن بعد من الخمسة لستة يديرو بوز يريحو باسكو على الستة يجو يخرجو العروسة يجو يدوها العروسة لو طون لي يدورو بيها اللي تجي تخرج اللي كدا اللي كدا اللي كدا لازم تدخل للباب تاع الصالة السبعة بيل. هما العرس الصالة تبدا على السبعة، السبعة تدخل العروسة مكانش عندهم الكلمة في هاد الحوايج هادو المواعيد مضبوطين بالبزاف. قلت يما كولي يما قلت لها كولي باسكو تروح للعشاء رانا راطينه ودوك نقعدو نتعشاو وما جاياش. قلت لها نروحو للعرس قلت لها ما نقعدوش بزاف شويه تسعه وداك تسعه نخرجو تسعه هكداك تسعه ونص نخرجو ناكلو كاش حاجه برا حاجه خفيفه هكذايا. قالت لي لا 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 قالت لي ما نجيش قالت لك طمينه وكليت قلت لكم طمينه كليت المقروط وتشارك و قالت لي خي مدو تما لي صالي وكذا بلا كيما فيا. قلت لها ايه سنيت شوف دوك في قلبي لي صالي سنيت شوفي سنيت
هذه هي. المهم شو نقول لكم، تشارك طب دو طب، نقول لك ميسوم سيرينا، نقول لك يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحه. تشارك وعليه الكلام المقروط ما نحكيكمش، بزاف معسل حتى لوين الغرس العسل تعرفوا هكا تمسيت عصروه. اي ما دوكا راني ندير في المونتاج وراني نتشهى وغير ليا ما ندير، راح ندير الوسم المقروط غير كيما درتو. مي تشارك عندي بزاف ما كليتوش، وزادوا ولادي تاني كلاو معايا يا سيدي. هذه هي. المهم نقول لها سيرينا يعطيك الصحه وربي يوفقك ان شاء الله في المشوار تاعك. قلت لكم رحنا للعرس، هذه ديله بنتي فيلمات لكم شويه بس كنا ما نحبش نضمن طابلتي، نخليكم تتفرجوا شويه ونعاود نولي لكم بعدا. تخيلوا هاد اليوتيوب شحال، هاد اليوتيوب قلت لكم هاد لا فيديو شحال عندي درت لها المونتاج وباش نبارطاجيها طلعتها في لاشين تاعي. مي اليوتيوب ما قبلهاليش باسكو داروا لي حقوق الطبع والنشر وضربوني بواحد البروسي وكذا ومنا لا علينا. ماشي بروسي قلت لكم بروسي، ضربوني كيما يقولوا الجزاء باسكو ديجا انا عندي مره مخالفه وزدت دوزيام زدت هذه التروازيام صافي داروا لي واحد الاسم ما نقدرش ندير لايف فيتو لا علينا. دوك هاد لا فيديو لهنايا هاد الموسيقى باسكو يحبوها بزاف العرس، هنا جابوا شونتور صافي الغنى كنديروا نورمال. مي هاد الغنيه بدات داروا هاد السيدي صافي باسكو د العرس ديري يدخلوا بها العرس. نخليكم تسمعوا شويه نعاود نهضر معاكم باسكو نهضر لازم علي نهضر فوق فوق لا ميوزيك باش ما يجينيش حقوق الطبع والنشر من عند اليوتيوب. تشبتق لي راسي هذا اليوتيوب. واش نقولوا، نقولوا الله لا يحرم اي وحده مازالت عازبه اي عبيد قا من هذا من هذا الدخله ومن عرس كيما ما خير من هكا. راكم تعرفوا عرسنا بلا ما نهضر لكم، مم هما عرسهم لحمي وشنو عرسنا لا يعلى عليهم وعلى الصراحه. وهنايا كيما راكم تشوفوا من العاده تاع الاتراك العريس كي دخل العروسه باسكو ما يديروا عرس واحد هو وياها، ما يديش يدري عرسها كيما حنا عرس المراه وحده وعرس الراجل وحده. الاغنيه الاولى لازم يشطحوها هو وياها ومن بعد كي ينوضوا كل وحده تنوض مع راجلها ولا كل واحد ينوض هكذا مع مرتو ينوضوا يشطحوا معاهم ومن بعد تتخلط. واش نقول لكم ومن بعد تخلط الحاله اوبليجي علي راني نزلت لازم ندير نهضر باش ما حنش حبيت نحي لكم هاد اللقطات هادوما. مي الله غالب بزاف اللي حبوا يسمعوا الموسيقى التركيه مي الله غالب. هذه هي قلت لكم بزاف اللي يقولوا لي باللي العرس تاعهم ما يكلفوش مي بصح. ما ثاني العروسه تخيلوا تدي واحد العفايس انكرويبل، حنا في الجزائر ماشي حنا ثاني تدي العروسه تدي الجهاز تجهز الدار مي هنايا اوبليجي عليها. حنا تدي زعما نقولوا لحبه تدي فوتيه لحبه خاطر برك مي اللي هنا لازم عليها هي تدي القش تاع الدار، راجل يجيب البارتمان وهي تجيب الدار او يجيب القش تاعها تما بليها بالمعام بالقش بكلش بكلش تدي هي. صافي هذه مثل ما كاش عرسنا وعرسهم خاصك يستقاموا كيف كيف هما وشنو هما جوغي بانوا لي جوي يعرفوا يتصرفوا شويه خير من حنا نبدلوا بزاف في الصاله الناس نكلوا الناس كذا صدقه صح. مي بصح حاجه تكون رمزيه برك حنا نخسروا دراهم كبار صافي. التوسه ديك بين تبان مع الوسمه باغ كونتر هما ما يخسروش دراهم في العرس ما يخسروش بزاف من غير الصاله هذاك دوك تشوفوا سرباو لنا كذا صافي ما عندهمش خساره بزاف صافي كلش الفايده ليهم لجيبهم اللي يخلصوا بها كيجيبوا بالفاسيليتي كل عروسه ماشي قصه قصه روحها ولا يجيبوا بالفاسيليتي ومن بعد يولي يخلصوا في هذوك الالكتروميناجي الدار كذا كل واحد كيفاش.
ايوه هلا هنا وصلنا للمساق. جايونا لي ها جابوا لنا الكاتو ساك. جو حنا في الجزائر حنا نديروا لي صالي وهاد اللي اسمه زعما نقولوا لي سكري كذا مش يقولوا لهم يا ربي راح لي اسمهم اللي نديروهم مع الكازوز. جو هذيك حاجه جو غير تبني جا برك هذا جو غير كي يبدا العرس وكذا هذيك ما هذيك ما طيب ما ينحيهاش. ومن بعد نزيدو القهوه ونزيدو الكاطو تاع لي بواط ونزيدو كاطو سك. واش نقول لكم كاطو سك واش من اللي صعب لي واش من كذا واش من كذا واش من كذا. هذاك غير كاطو سك هذا تقول لك الاسطانيين كاعتك مالحين غير زوج ثلاثه اربعه لي موديل لي صحو دول لي هادم لي راهم لو تور تور طبسي تاع ولي داوه ولادي صافا ملي حخر من طبسي لي طاح لي انايا. المهم لهنا شوفوا يما يرحم باباكم ويا يا ما طاحت في الفخ طاحت ديريكت في الفخ. راح ترجت الحبه ديريكت الحبه المالحه هذه الكرابيه هذه يقولها المالحه هذه ما نشريهاش. يما شوفوا كي كلاتها اه شفت كشفتها انا نضحك راني نضحك كلاتها برك خرج لها جوغ مالحه ما فهمت فيها والو. جوزت بالكازوز ضحكنا حتى شبعنا جوغ حبيت تقول لي واش هادو يتمسخروا بينا دوكا. انا قلت لك مقبله ناكلو مليح في الدار انت قلتي لي لا 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 معليش معليش نقعد حتى كي نجيو. باك تقولي ولا تقولي عندي الدواء لازم نشربو يا جيب لكم الحال. فاش قتلتني كامل بالضحك جبت معاها دواها جبت الدواء الدواء تاع حزم تشربو مور الماكله. اودي اليوم ضحكنا في العرس تشبعنا وخلاص انا ويما. لهنا كي جابوا لا بياس مونتي ما على باليش جو بونس على بالكم الاغلبيه راهم على بالهم ولا ما على باليش. المهم تراك هذيك لابيسمونتي اللي شفتوها ماشي تاع الصح جو كامل ولا يديروها خلاص هنا في الطرق دي باسو ديك تاع العرس تاع لابيسمونتي ولا عرفها في قطع لابيس وفي ديك مود ديك لابيس بشحال من مليون وكذا. ديك راهي وقيله غير في الجزائر عند الدول العربيه التراك. المهم سي غاغوين يديروها وما كيكونوا ناس عندهم ولاباس بها ما مشي يديروها. هدية من عند لاصال جو يجيبوها اي عروس عرس يجيبوها لهم يتصوروا معاك اللي راهم يقطعوا فيها ومن بعد يعطوا لهم مرشو تاع باتيسري هما يجيبوها معاهم من هيك. والباتيسري اللي حيمدوها هنا تكون كيما الباتيسري تاع الوسمو مي يجيبوها جو هكذا يجيبوها جو هكذا سنوات سنوات ويقطعوا باسكو صالع بالكم شحال فيها راهي لهنا شحال من عبد واش حتكفيها واش حتكفيها. هذه هي اللي هنا راني نوي رانا مع الكرابيه تاعنا رانا موراها. واش نقول لكم اضحكنا حتى شبعنا قتلتني كي جابت الدواء زعما الدواء تشربوا مورا هاد الكرابيه. قلت غير خلي هذاك الدواء قلت غير خليك قلت لك خليتي في الطوبيب ما حبطتيش قلت على جبتي معاك الدواء للصاله. المهم هذه هي اللي هنا وصلوا كيما يقولوا هما المراسم تاع الطاك باش يمدوا العروسه والعريس واش يمسولهم. ولا هنايا شفت اغرب هديه اغرب هديه شفتها عطاتها لوسا للعروسه وللعريس خوت العريس صافي لوسا هذيك كيقولوا لها الحمات ما عرفتش كيفاش. المهم حنا في ارجي نقولوا لها لوسا حنا صحاب الوس نقولوا لوسا لوسا خوت العريس. ها هي جات لهنا دارت لهم دارت علقه لخوها بالله العسل ولا العروسه ثاني بالله راه سرقت انت ما شاء الله ربي يكسر بيناتكم بالله راه العسل هكذا جو حبي يقول شو تبقاو دائما فرحانين تو عجبتني فرحانه بزاف الله يدوم فرحهم والله يهنيهم ان شاء الله. هذا ما كانوش نقولوا نقول لكم يعطيكم الصحه البنات على التشجيع تاعكم ما راني غايبه على اليوتيوب كامل غايبه كامل عباكم على المرض تاعي مازالني ما ندير راني ندير سبور على فمي تخيلوا راني ندير سبور راني معايا ما جو دايما نخرجوا ندخل نخرج كذا جو ما كاش الوقت اصلا باش جو نحب نفيلمي ولا غير فيلمي منين داك مي ما عنديش الوقت ما باش ندير المونتاج ما نكذبش عليكم مع ولادي ولا غير مرضوا ماما انا مرضت لا غريب دار فينا حاله السنه اللي فاتت باسكو طاحت الشتا وبرد الحال وكان كوروندا وانا فتحت كلش. هذه هي البنات المهم اللي هنايا كملنا العرس تاعنا حنا رحنا مدينا للعروسه واش مدينا لها واش كتب ربي. ونقول لكم يعطيكم الصحه البنات العقوبه ليكم كامل اللي العازبات ان شاء الله ربي يجيب لكم الحلال زواج مسقم ولا زواج غير ماغي بوغ ماغي غير ما كان لها. انا نقولها لكم وحده كي قال لك كي صام صام ما يفطرش على بصله
زوج زوج مسقم. هنا جابوا لنا من لابيس 3 3 جوج 3 مرشوط في طبسي هكذا، ويمدوا زوج في الطابله مع بالهمش اللي الاخرين اللي راهم قاعدين، لا مش قاعدين لا ما يشوفوش، يحطوا زوج غير كان طابله الشارجي بالبزاز ما يقولوا زيدوا لهم 3. هذه هي كان هذا هو العرس تاعنا تاع اليوم لهنا يعني في الخرجه لهنا، راهم يديروا اللي اسمه الزرنا. هذوما الناس هذو يديروا يقولوا الهورون، انا يا جوغ ما يعجبنيش هذا جوغ فريمون باسكو يوسي بزاف يوجع الراس. تقوني دا جابوا دي شونتور وساونا بزاف، ما خلاوناش ما نقدو شان نهضروا مع بعضنا كلمه ما نقدروش. يعطيكم الصحه تهلاو في راكم ومع السلامه.